كبيرة زي مثلا نقول ماك، يعني مثلا محل معروف عنده فروع وين 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 مثلا، تم عقد وكده على أساس إنه يكون في مقاولة ويكون في شغل، لكن ما تم بالطريقة اللي هم عايزينها. في النهاية كان في إخلال بحاجات كثيرة نتيجة مثلا لغلاء سعر العمال، ما في عمال، لأشياء كثيرة قد تكون. ممكن بعد التعاقد تحصل زيادة مثلا في أسعار الوقود، تحصل زيادة في أسعار المواد، العمال نفسهم العمال أجورهم تزيد. يعني قبل كده كان حصلت زيادة في المقابل المالي في السعودية، وشركات المقاولات لقت إنها بتدفع أكثر من أكثر لتجديد الإقامات، وبالطريقة دي إذا كان تم اتفاق على تنفيذ عمل خلال فترة زمنية معينة، أنت كمقاول بتعمل يعني احتياط لزيادة الأشياء، أو ممكن يكون في بند في العقد ينص في حال زيادة المواد يتحمل المالك كذا، أو أنه في حالة كذا. ما هي العقود دائما بتتوقع، نعم. يعني بتتوقع اللي ممكن يحصل. وفي بعض إذا حصل زيادة في أسعار المواد، خاصة لو كانت المواد على المقاول، هنا بتكون في يعني هو بيكون في مطالبة من المقاول للمالك إنه يرفع سعر. مثلا ماسك المبنى ده مقاولة ب 40 مليون، حيقول له 45 مليون. طيب ده إذا كان هو متوقع، لكن أيام الجائحة كانت غير متوقعة وتوقف العمل في الصيانة في كثير من الأماكن والعمال جلسوا طبعا، وحتى المحلات والله ذاتها دي وقفت. ما حالة طارئة، يعني ما بتكون فيها مسؤول. المسؤولية بتنتفي لما تكون الأشياء المقاول مالي ويد فيها. يعني مثلا جاي ينفذ ولقى مثلا في موية في الأساسات، في أشياء ما كانت